السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أخوتي وأخواتي، مرحبا بكم في نهار جديد وفيديو جديد. نتمنى تكونوا كاملين بخير وعلى خير وطول عمركم وتطلبوا الصحة الجميلة. بالنسبة للموضوع ديال اليوم غادي نهضروا على تجهيز الطيور الكناري للإنتاج إن شاء الله. من بعد غادي نقول لكم الحبوب اللي كنستعملها في التجهيز والخلطة الطبيعية يعني ديال الخضروات وديال الفواكه. الأول حاجة خصك أنك تقسم الكرة على نتوي، نتوي في جهة والكرة في جهة وكل واحد بوحدو، هذا هو الأساس. واخا يكونو نتوي مجموعين ماشي بحال الكرة، الكرة خصهم ضروري يكونو كل واحد بوحدو. هادشي اللي كان الإخوان في الفيديو. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. قلنا لكم غادي نقدمو لكم طريقة باش أنكم توجدو الكنار للتزاوج. كيفاش؟ اش المواد وشنو المنتوجات كيفاش نتعامل مع الكنار باش يتزاوج؟ اولا الا كان عندك الفراخ كتا دير لهم مسرح كبير، هادشي اللي كاين الاخوان، خص دير لهم مسرح كبير هكا تيوجد الكرة ضيق ونداوي ديرها، هذا هو. وتيبدلو يعني مرحلة الغياب تيخرجو منها الغياب يعني حيت تيلقاو راحتهم وكلشي. اما بالنسبة للقفص تتكون مرحلة الغياب فيها شوية ديال المشاكل، خصك تعني تقابل مزيان و ماكلة تكون صحية بزاف وهنا. أما إلا كان طيطي يحس براسو بحال كاين في الطبيعة والنفسية ديالو تكون مرتاحة، تيخرج الطير من البداية للغياء وتتكون مرحلة التجهيز سهلة، يعني أي حاجة تديهم في مرحلة الغياء تكون باينة. دابا غادي نهضرو على مرحلة التجهيز، كيفاش غادي نجهز الطويرة التالية؟ اولا كنت دايرهم هنا كما كنتو تشوفوا معايا في الفيديوهات ستوريات في انستغرام، كنت داير جميع الطويرات اللي كانوا عندي هنا، ماشي جميعهم ديال القناه، هذوك اللي كنت انا باغي نخدم بهم. من بعد حسيت بهم بداو الكره تيوجدوا مزيان، اش درت؟ عزلت الكره بوحدهم ونداوي بوحدهم هكا باش النظام الغذائي اللي غادي نعطي للكره مخالف على النظام الغذائي ديال الدواء. كيفاش؟ اشنو هو الفرق بيناتهم؟ الفرق بيناتهم كاين في بزاف الحوايج. اولا الا درتيهم ثاني في عينيا نقول لك بلاتي، قبل ما نقول المكونات نقول لك ثاني المشاكل ديال هذا، ديال المسرح هو في هذه الوقيته ديال البرد الماكله اللي عطيتيهم ما تتقويهمش، يعني تيكونوا ضعافين، تيكون البرد يعني ما كاينش، ما تكونش السمنه، يعني الا كان الطير الا كانت فيه السمنه وكان في مرحله البرد فصل الشتاء يعني تتكون عنده بحال هانيه ما تيأثرش عليه بزاف هذاك البرد. اما اذا كان طير صحة عادية تيأثر عليه هذاك البرد دغيا، هادشي اللي كاين. وهنا ما تيكونش مشحب القفز اذا طلعتي فيه مزيان تيكون مشحب. النظام الغذائي اللي ذكر تيكون النيجر، نخلي لكم كل حاجة قلتها غادي نخلي التصويرة ديالها قدامها. كاين النيجر، كاين البيروز، كاين الخس، كاين سرير الكتان، وكاين البيريلا ولا الشيا، غير اللي بغا الشيا والبيريلا غير الا بغيتي، اما هادو رئيسيين. هادشي اللي تنقدم انايا ما والخضر تنعطيه الخص، خيزو و سميتها البربا والبروكلي، الديسير تنعطيه التفاح فقط، نذكر الدواء زاد عليهم حويجات اخرين اللي هي بيض مسلوق، واحد من السيبيا، صافي جوج حوايج اللي غتزيد على هادشي بالنسبة للأوندة. واش نقول؟ والماء يكون فيه الحامض، والثومة. وطريقة التقديم تتكون صبيات ماشي، تتكون هذا لكل طائر. أما إلا كان نداوي تتعطيهم ميلونج ديال الكنار يكون عندهم ديما والزوان، طاسة واحدة ديال الميلون والما باقي زوان تعطيهم حتى هما بحال هادي وبيض مسلوق. وانت اختار داك الساعة اش من المكون اللي بغيتي تقدم ليهم، ولكن مرة في السيمانة هادو بالنسبة لك، مرة في السيمانة النيجر، مرة في السيمانة الشيا، مرة في السيمانة زريت التان ديما، البيريلا مرة في السيمانة، هادشي اللي كاين الاخوان. وبالنسبة للنداوي حتى هما كذلك مرة في السيمانة، هادشي اللي كاين الاخوان. وتحياتي. دابا عزلتهم كما تشوفوا هنا الذكرى لهاد الجي، ونداوي لهاد الجي، باقي الخير.
يعني ما ممكنش انا نبين كل شيء. انا وليت داير في ليزون سيبارابل حتى ما تيفرخوش في القفز. هذه نصيحه لاي واحد بغى يربي ليزون سيبارابل ينتج ليزون سيبارابل فيشر، راه الا ما كانوش فراخ ومولفين القفز راه ما تيفرخوش لك القفز. وتحياتي، وان شاء الله راه غادي نديرو على سيام بوبيز، غادي نزوجوه، غادي نزوجوه على البنات، انتوما اللي بغيتو. المهم هذا باش نكملو السلسلة اللي كنت وعدتكم بها، اللي هي سلسلة حول تجهيز الطيور، النظام الغذائي الصحيح للطيور. شكرا بزاف على التابعة ديالكم، وراكم في القلب، والله.